اخويا هادوك راه ما يخصهم حتى خير، هادوك كالين شاربين عايشين مدبرين على راسهم، ما يخصهم والو. ايوا المهم يترزقوا الله، كان اللي يكرمهم وكان اللي ما يكرمهمش، المهم رزقهم يجيبوه كيتهلاو فيهم الناس. هو عارف شفتي حاله ولا فاتك ديجا شفتي حاله؟ اخويا انا شفت شحال واحد كيما نقولوا طلاب وتلقايس ملايين، ماشي واه هذيك هي خدمتهم، هذاك الشيء اللي عطاهم الله الخبزه نتاعهم هي هذيك. الناس اللي كيطلبوا كل واحد وكيفاش عايش، كاين اللي مسكين راه ما عنده ما ياكل كيخرج يطلب، وكاين اللي راه عنده الدار وعنده الطوموبيل وعنده خدمه هذيك دايرها تجاره، كاين اللي داير تجاره هذيك كيطلب دايرها تجاره، وكاين اللي عنده وكاين اللي ما عندوش، كل واحد. هذا هو الراي ديالي. الراي ديالي خصنا زعما حنا في الحقيقه اللي عنده ما خصوش يتبع هذا الشيء ديال الطلب. عندك باش تعيش ما خصكش تمد يدك للناس. كاين اللي مسكين راه مخصوص وما كيقدرش يمد، ما نقدرش حاليا ما عنديش كاع باش نديباني وما نقدرش نطلب. ما حنا ما كل واحد كاين اللي دايرها خدمه، كاين اللي دايرها تجاره، خدمته هذيك تلقى 30 عام ولا 40 عام وهو كيطلب على باقي هاك مبلي بها ادمان هذيك، ما يقدرش وعنده باش يعيش وكيطلب. واش نقول لك، يعني تسولت بصراحه سترتو بعدا في وجدها اكثر بزاف، يعني الناس ما الناس صافي وصلتها للعظم، يعني بقى بلا عطيها الطلبه من بلاد ما لقى ما يدير، يعني بلاد كيمشي باش يطلب باش يجيب طرف خبز باش يعيش. الراي ديالي انه هاد القضيه خصهم يحاربوها النسبه بسرعه عني كثيره بزاف. الى دابا راه كندور هاد فهمتي، مع جيت لهنا وهادي كنشوف المدينه كي دايره ولقيت زعما الناس بزاف فين ما درتي النزرة فهمتي كتلقاهم مني، يا في السوق يا في يا جيت للمحطه يا في الزناقي كاع يا في الاحياء الشعبيه، زعما كثار الناس بزاف كاع الشو. نقول لك بخلاص كيما كزي بزاف ديال النواحي، من ناحيه حتى هاد المدينه زعما ما فيهاش دوك شي مرافق ديال الشغل، وهادي ماشي زعما دوك الشركات وهادي ما بانوليش هنايا، زعما فين غيخدم بنادم وهادي فهمتي، ما كان زعما فين غادي يخدم هنا البشر كثير. و السبب اللي كيخليهم يمشيو يطلبوا، هي هذا هو السبب اللي كيخلي عباد الله يطلبوا بزاف كاع، لقاش ما كايناش فين غادي يخدموا فهمتي، ما كان لا زعما ما كان لا شركات بحال المدن الاخرين لا في مكناس ولا شي، ما كانش داك الشيء كاع. انا من صغير كنشوف غير الناس داك الشيء ديال البيع والشراء وصافي. نتكلم لك على هاد القضيه هنا بزاف زعما كنسمعوها بزاف، كنسمعوها تما عند الرشيديه كنسمعوها بزاف، وحتى هنا كنسمعوها هنايا حتى السكان هنا تيقولوا لنا بزاف اللي كاين القضيه ديال السحر هنايا بزاف فهمتي، زعما ديال البلاصه كاع نيت اللي كثر داكشي باش كثر دوك لي بال وكثر دوك تلقى الناس شي حمق شي كيطلب شي فهمتي، شي كان زعما كان بخير وهادي وغير بسبب داك السحر وهادي صافي مسكين مشالو داك الرزق ديالو صافي وخرج كيطلب فهمتي، اما كيهبل ولا كيطلب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.